محمد غانم بعد انتهاء مباراه البنك الاهلي وطلاء الجيش بفوز غالي جدا البنك الاهلي بهدفين مقابل لا شيء في توقيت صعب جدا. خلينا نرحب بالكابتن خالد جلال مدير فني ليك البنك الاهلي. كابتن خالد برحب بيك على اون تايم سبورت. يعني توقيت مهم جدا الفوز بثلاث نقاط، واكيد كانت مباراه صعبه جدا امام فريق طلاء الجيش، وقدرت في الشوط الثاني الدعم بكريم بامبو اللي عمل برده فارق مع فريق البنك الاهلي واحرز الهدف الثاني. مرحب بيك طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبرحب بالكابتن تامر وضيوف انا مش عارف مين في الاستوديو، لكن بقول النهارده ماتش صعب جدا مع فرقه الجيش، فرقه محترمه مع كابتن عبد الحميد بسيوني. احنا صادفنا سوء حظ مش عايز اقول لك ما حصلش في الدنيا، 3 4 ماتشات نبقى لغايه اخر ثانيه بنخسر في الدقيقه الاخيره. الحاجات دي كلها كانت عاملة ضغط علينا نفسي، بس أنا كنت مطمئن من حاجة واحدة، إن آخر ماتشين ماتش سموحة ويعني سموحة يعني اتعادلوا معانا في آخر ثانية، الماتش اللي فاتت غلبنا في آخر ثانية، يعني ماتشات غريبة جدا، وإحنا الإمبي رجعنا كنا مغلوبين 2 ورجعنا 2-2 وبعدين في آخر دقيقة يجي علينا ضرب الجزاء، سيناريوهات عجبت الشكل. لكن انا كنت مطمئن من حاجه، ان اللعيبه بتادي اخر ماتشين بصوره هايله. النهارده خد بالك من حاجه، احنا جبنا الجول بدري، اللعيبه من كتر الضغط النفسي، يعني كورتنا النهارده مش هي كورتنا اللي بنلعب بيها الماتشات اللي فاتت، لاني انا كنت عازر اللعيبه جوه الملعب. كان الشوط الاولاني حر جدا على الفرقتين، بعد ما جبنا الجول احنا نزلنا بدون داعي، برضو انا ما بحبش برضو الزون قوي ده اللي هو ممكن يضغطنا في اي لحظه يجي فينا جول، فطبعا الجيش استحوذ وعايز يعوض والكلام ده كله، احنا قفلنا كويس. لعبنا شوط تاني، احمد علي كتر يعني النهارده كتر خيره ان هو كان برضو في اصابه واشتغل عليها، ويعني بصراحه يعني يشكر، طلعته ما بين الشوطين ودفعت بمعروف عشان اقفل واستحوذ على نص الملعب. عموما الشوط الثاني كان سجال، هجماتنا احنا المرتده كانت خطره جدا، لعبنا على قد اللي احنا عايزينه، يعني مش مهم الكره الجماهيريه. النهارده احنا في وضع لا نحسد عليه، من يوم الانتاج كسب، دجله كسب، كنا لازم ان احنا النهارده ما عندناش بديل غير المكسب. يعني انا قلت لهم التعادل حتى ما يفيدناش، تخيل مع فريق الجيش في الجيش، يعني المفروض التعادل مرضي، لكن احنا في موقفنا الصعب ده ما كانش ينفعنا، لان كل الفرق حصلتنا وتقدمت علينا. لكن انا واثق في اللعيبه ثقه كبيره جدا، لعيبه كويسه جدا، لعيبه رجاله مركزه في اخر فتره. ان شاء الله انا بقول البنك الاهلي هيبقى في الممتاز. النهارده التحكيم الحمد لله كويس، مش عشان انا خدت يعني ضربات جزاء، لا التحكيم كويس والحمد لله، احنا بنساند التحكيم دايما، ولو انا كنت طلعت قبل كده برضو كنت متعصب، لان تسع ماتشات كان محسوب عليا 8 ضربات جزاء، فكانت لود عليا كمان. بقول مبروك للبنك الاهلي، النهارده هنفرح، عندنا ماتش مع المصري في اسكندريه، برضو احنا مطلوب مننا على طول الثلاثة بونت، هنركز كويس وهنشتغل على الماتش الجاي وان شاء الله خير باذن الله. كابتن تاكيد على كلامك، شفنا حاله عاصم صلاح اللي يمكن بعد الاصابه كان مصر ان هو يرجع الملعب برغم من الاصابه، عايز يكون موجود مع الفريق عشان ما يكونش فيه نقصان في عدد فريق البنك الاهلي، كان واضح جدا. بص عاصم من اللعيبه الرجاله جدا جدا جدا، بص تحمل على نفسه وضربه الجزاء، شوف خد مشوار في يعني في الدقيقه كام اخر خمس، وخد مشوار وراح وعملها بالعرض البامبو، يعني راجل لغايه اخر دقيقه، ده حتى بيدي عبره للعيبه الصغيره اللي عندنا، ان ده راجل قائد في الملعب لغايه اخر ثانيه بيقاتل على الكوره وعايز ينزل برضه رغم ان ركبته لفت. لا احنا ما شاء الله، احمد ياسر النهارده كويس، بسيوني بامبو ما نزل، المسناني ما نزل، يعني اللعيبه حتى اللي نزلت اضافت لنا، حتى ياسين معروف واللعيبه ما شاء الله، امير يعني مش عايز انسى حد، اسامه هايل النهارده، فادي فريد هايل، احمد علي، يعني كل الفرقه الحمد لله، لازم اديهم حقهم. فوز بعد غياب يعني طويل جدا كان مهم جدا، الف مبروك للبنك الاهلي وهارد لك لفريق الجيش.